باقي ما كملت الرحلة ديالي في ماليزيا، لكن جاتني فرصة باش نزور دولة جديدة في جنوب شرق آسيا واللي هي الفلبين. هاد الدولة اللي كتشهر بزاف بالجزر ديالها الرائعة، لكن البداية ديالي في هاد الدولة ما غاديش تكون من الجزر، بل غادي تكون من العاصمة مانيلا. وأول انطباع كان عندي من أول خطوة لي في هاد الدولة هو الشعب طيب لواحد الدرجة لا تصور، ودائما الابتسامة حاضرة على وجهه، وهاد الشيء أعطاني طاقة إيجابية باش نعدل سلسلة رائعة حول هاد الدولة هادي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير. كيف ما كتشوفوا جبرتونا دابا خرجنا من الهوستل تقريبا 10 ديال الليل هي هادية، وعندنا الطيارة إن شاء الله إلى دولة الفلبين إن شاء الله في جوج الليل، نوصلوا تما في 5 الصباح. المهم دعيوا معنا نوصلوا بخير وعلى خير. دابا إن شاء الله كنستناو يجي قراب باش غادي نمشيو للأيروبور من تما ان شاء الله الى دولة الفلبين. عندنا واحد جوج ساعات وشي حاجة نكون وصلنا تما ان شاء الله. بارطاجيو معكم عاود كل شيء ان شاء الله من البداية حتى النهاية، حيت بزاف الناس كيعجبهم فلوغات بحال هيدا. تبارطاجي معاهم كيفاش عملتي مشيتي للايروبور نهار الاولي، كيفاش جاز لك، شنو عملتي، شبرتي التاكسي، شبرتي ان درايف، كيفاش صرفتي الفلوس، ما صرفتيش. المهم الناس كيعجبهم هاد الديتيلز هادوما، فلهذا كنحاول نعدل على الاقل فلوغ واخا ما يكونش طويل بزاف، غيكون فيه غير ديك 8 دقائق 9 دقائق. ممكن نحاول نشارك فيه لي ستيب كاملين باش هكذا ان شاء الله اللي كيكون ماشي مسافر ما يجبرش شي صعوبه. المهم نتوما قويهم لي لايك لي كومونتير ودعمونا باش نزيدو القدام وتكبر هاد العائله ان شاء الله. المهم يا جماعة الخير جبرتوني وصلت حاليا الايروبور. انا جالس هنايا انا والسي مالك غادي نمشيو مع بعضنا ان شاء الله الفلبين. طلبوا من الله القنوات ديالنا تما يعدلوا بهم ان شاء الله. المهم وصلنا، خصك ولا بد تعمر واحد الفورم اللي اسمها اي ترافل، هذه كتعمرها باش كتكون ماشي للفلبين. كيطلبوا منك المعلومات ديالك كاملين، نمره الباسبور، فين كتسكن، دوزتي الكوفيد ولا لا، هذه واحد 30 يوم، واش عندك تلقيح ديال الكوفيد. فورم ديال اسمها اي ترافل تقدر تعمرها 72 ساعة قبل ما تكون عندك الفول. المهم ماشي شي حاجة اللي صعيبة، عاد اخذ منك 10 دقائق هيدا غتكون عمرتيها. فلهذا اي واحد يكون مسافر من الاحسن يجي في حاله بكري للايروبور، باش اذا كانت شي حاجة كيقدر يحل المشكلة قبل ما يوصل الوقت الطيارة ويشدوا الجيتس. المهم يا جماعة الخير جوزنا من جميع العقبات كاملين الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير، ودابا اوفيشيلي كنستناو غير الطائرة نركبوا فيها باش نمشيو حنا الى الفلبين. 1:05 باقي لنا تقريبا شي ساعه د المكان هذاك ما كامل شيء ان شاء الله، وغادي نطيروا للفلبين. روكن باسبور ايميغريشن جوزنا منا ما كيلحشيش لا والو الحمد لله بحال دائما. ودابا الى الفلبين. والان يا جماعه الخير في ممر السعاده، الليل ما كنبغيش نغوت بزاف. المهم ممر السعاده باقي لنا غير شي 30 دقيقه هيدا ان شاء الله، ونطيروا الى مانيلا. طلبوا من الله يكون في الخير مانيلا ان شاء الله، والقناه تطلع اكثر من هكذا، حيت الخوت اقسم بالله العلي العظيم واحد المجهود خرافي بزاف كنقدموه، ولكن التفاعل شويه ضعيف، كونوا واقعيين التفاعل شويه ضعيف، ما كاينش شي تفاعل اللي رهيب. المهم واخا هيداك ما نتخلاوش على هذا الحلم هذا وهذا الهدف هذا ما نتخلاوش عليه، نتقاتلوا عليه ان شاء الله، تطلع هاد القناه ان شاء الله بحول الله. اللي يطلب شي حاجه يطلبها من الله عز وجل. المهم الخوت دابا جبرتونا خرجنا من الايروبور، شرينا الكارطة ديالنا بشي 17 دولار، فيها 48 جيجا، المكالمات ماشي محدودين، جميع الشبكات. ودابا ان شاء الله كنستناو قراب باش غادي يجي يدينا بحالنا الهوستل ديالنا ان شاء الله، ولكن البداية كانت شوية مرونة. علاش؟ حيت كانت عندي واحد الطيارة مع واحد الشركة اسمها سيبو، ما كنصح حتى شي واحد يمشي يقطع معاها، اسمها سيبو هي شركة فلبينية. كنت مقطع معاهم الورقة، ولكن المشكل اللي وقع لي هو انا جيت مقطع في 6 في شهر 6، قطع في 6 في شهر 7، ملي مشيت نبدل الورقة طلبوا لي الثمن ما
باش نشري ورقه واحده اخرى. صدق شريت ورقه واحده اخرى وقلت مني نجي للفلبين غنطلب من هادوم باش يبدلوا لي الورقه، حيت تما في ماليزيا ما كاينش معمل التواصل نهائيا، لا نمره لا حتى حاجه، لا اجونس لا حتى شي حاجه. بحال تقول هاد الشركه ما كايناش نهائيا. ملي وصلت لهنايا مشيت عندهم قال لك لا والو، قال الحل الوحيد يمكن لك تعدل هو تبدل التاريخ، زعما هاد الرحله من كوتا كينابالو للفلبين. وانا جيت لهنا دابا اسني شي حل واحد يا، قال لي هذا هو الحل وعاد خصك تزيد تخلص. قال لي هذا الخوت كل واحد كيبوكي الطياره ديالو ولا شي ولا اي حاجه، ولا الاوطيل ولا الهوستل يتشيكي مزيان التواريخ وكل شيء يتشيكيهم مزيان. وكيف ما قلت لكم هاد الشركه اللي اسمها سيبو ايرلاين حتى واحد ما يبوكي معها، اقسم بالله اكفس شركه شفتها في الحياه ديالي. ما كاينش الحل نهائيا، مستحيل. ولكن اش غنعدلو هادشي اللي كتب علينا الاخوان. المهم خلينا نمشيو للهوستل ديالنا دابا. المهم يا جماعة الخير جبرتونا وصلنا للهوستل، ضربت ما بواحد النعسة حيت كنت ما نعشي، كنت مدوخ بالنعس. ودابا تقريبا الخمسة د العشية، قلت ولا بد خصني نخرج ونكتشف هاد البلاصة هادي شني فيها باش نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو هذا الأول ديالي هنا في الفلبين إن شاء الله. أما الفيديوهات القادمة كاين شي حاجة اللي ناضية إن شاء الله، كاين شي أماكن غنمشي نزوروهم اللي واعرين. المهم بقاو على القرص معنا الإخوان باش اكتشفوا هاد الدولة هادي بكاملها ان شاء الله. هاد الشعب اللي كيتعتبر من بين اظرف الشعوب ديال العالم هو الشعب الفلبيني. فايما قلتي كيهضر معك اهلا لاباس عليك بخير صحيح لاباس الحمد لله الله يجازك بخير. خلينا نكتشفوها. الخوت عندهم شي دراجات ناريه اللي قدام واعرين بزاف هما. كيركب السائق اللي كيسوق وكيركب قدام واحد السيد بحال التاكسي كيخدموا هنايا. خصنا نجربوا ان شاء الله في الفلوقات المقبله ان شاء الله بحول الله. عندهم واحد وسيله النقل واحده اخرى اسمها جيبني، جا الشكل ديالها فحال الشغل ديال الجيب ولكن هي طويله قديمه عندهم هناك. How are you? Good. Good. Nice to meet you. رجعنا للمشكل ديال الاكل مره اخرى. دابا حنا في الفلبين عاود كاين مشكل ديال الاكل الحلال في ماليزيا، غير كتدخل الريستو كتطلب اللي عجبك كذا كل 100% حلال كل شيء الا تشينوس، هذوك هما اللي الماكله ديالهم ما تثقش فيها، الاغلبيه كل حلف. ولكن حنا في مانيلا حنا جينا لهنا اوردرينا تشيز بيتزا هي وفيجيتابلز بيتزا. الغالب الله غنضربو هنايا واحد المده فيجيتاريان عاود حتى نرجعو لماليزيا ان شاء الله نضربو اللحم الجداد مع راسنا. مدينه جنونيه الاخوان، بدات كتفكرني بالنيبال ملي كنبغي نقطع الطريق بديت كتفكرني بالنيبال. هلاو. المهم الخوت الفيديو ما غاديش يكون شي فيديو اللي طويل بزاف، هادي غادي تكون النهايه ديالو. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم او تغير نشارك معكم اني سافرت الى دوله جديده وهاد الناس هادوم عندهم واحد الانرجي طالعه بزاف تبارك الله عليهم. ناس ودودين باللغه العربيه وضحوكين، كيعجبهم يهضروا مع اي واحد اجنبي كيشوفوه كيعجبهم يهضروا معاه يتواصلوا معاه. المهم الفلوق يكون وصل النهايه ديالو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. وغادي ننزل لكم هذا الفلوق هذا غدا، انا وصلت من هنا للاثنين غادي ننزل لكم فلوق نهار ثلاثة عار باقي الفلوقات ديال ماليزيا. ولكن ما غادي ننزلش الفلوقات ديال ماليزيا، غادي نخليهم حتى مورا الفلبين ان شاء الله باش نحاول ننزل لكم الفلوقات ديال الفلبين حاليا، حيت انا في الفلبين نزل لكم الفلوقات ديال الفلبين باش ما بقاش معطل هكذا كانت ستريسه شويه. نتمنى الفلوق يكون الاعجاب ديالكم، قاوم لي لايك لي كومونتير وان شاء الله هاد الدوله هادي فيها عاد بومبي القناه ان شاء الله. تشاو. ويلكم تو الفلبين.